أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن صحافة البحرين وعلى مدى تاريخها العريق شكلت ولا تزال عمادا رئيسا ومؤثرا في نهضة الوطن وتطوره. هذا وقد امتدح سموه ما سجلته الصحافة الوطنية من تاريخ زاخر وعطاء ثري وما أرسته من إرث مشرف عبر التزامها بالكلمة الحرة والمسؤولة والرأي المستنير. وأعرب سموه عن اعتزازه بصحافة البحرين وما تشهده من مسار متصاعد من التطور المستمر، وقال إن وقفاتها المشرفة ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية. وأضاف سموه إن صحافة البحرين من خلال كتابها وصحفيها كان لها الإسهام الفاعل والنزيه في خدمة الوطن والحفاظ على منجزاته، فلهم منا كل التحية والتقدير. أكد سموه أن البحرين في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حققت كل متطلبات الدولة العصرية الحديثة، وفي مقدمتها الانفتاح وحرية التعبير، مما أهل الصحافة لأن تطلع بدورها في تجسيد واقع المجتمع والحفاظ على مكتسباته. وهنأ سموه في تصريح بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي وافق يوم غد الخميس 7 مايو الكوادر الصحفية والإعلامية في مملكة البحرين، وقال إنها لمناسبة كبيرة لنعبر عن تقديرنا وامتناننا الوافر لكل منتسبي الأسرة الصحفية والإعلامية في المملكة على ما يقدمونه من فكر متجدد يعزز فضاء المعرفة والوعي في المجتمع. ونوه سموه إلى ما تحتله الصحافة والصحفيون من مكانة عالية لدى سموه، وقال إن هذه المنارات المتميزة من كتاب الرأي والأعمدة والصحفيين هم موضع فخر واعتزاز للوطن والصحافة، وأن ما يقومون به هو استكمال لجهود رجالات الصحافة الأوائل الذين وضعوا اللبنة الأولى للصحافة، ونحن اليوم نشهد تواصل ذلك العطاء في جهود الأجيال الجديدة من الصحفيين. وجدد سموه التأكيد على أن صحافة البحرين تمتلك من أدوات الحرية وقيم الوطنية والمسؤولية، مما يجعلها قادرة على أن تحمي مكتسبات المجتمع والدفاع عن إنجازاته. وقال سموه أن صحافة البحرين نجحت في تكريس قيم الموضوعية والمصداقية ورسخت من مكانتها الرائدة كأداة للتنوير ووسيلة للتعبير على ضمير المجتمع. وأشاد سموه بالعطاء المتميز الذي يحققه المخلصون من شباب البحرين على شبكات التواصل الاجتماعي وما يشكلونه من رأي عام وطني في الدفاع عن مصالح الوطن ووحدته ومنجزاته. ودعا سموه الصحفيين الشباب والإعلاميين والمدونين إلى ضرورة التمسك بالقيم النبيلة لمهنة الصحافة في الموضوعية والمصداقية، وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وقال سموه إن صحافتنا الواعية والمسؤولة أثبتت في مختلف المنعطفات التاريخية أنها منصة وطنية ثابتة ارتقت بالوعي العام الذي يدعم كل ما يحفظ أمن الوطن واستقراره باعتبارها الأداة الواصلة بين المواطن ومتخذي القرار. وأعرب سموه عن أعجابه بما تسخر به الصحافة البحرينية من كتابات وموضوعات تتميز بعمق التحليل وتنوع الاتجاهات الفكرية، وهو ما يشكل إثراء حقيقيا للمشهد الثقافي والاجتماعي في المملكة. ووصف سموه صحافة البحرين بأنها المرجع الذي يوثق كل مراحل نهضة الوطن وتقدمه، والذاكرة الحية التي ترصد وتحفظ وتؤرخ لكل قصص النجاح التي عاشتها البحرين وشعبها عبر السنين. واستذكر سموه بكل الاعتزاز عطاءات الرواد الأوائل من الصحفيين والإعلاميين الذين أرسوا دعائم العمل الصحفي والإعلامي المتميز والذي عبر عن الهوية البحرينية الأصيلة. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود المتميزة التي يقوم بها منتسب وزارة شؤون الإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية للارتقاء بالعمل الإعلامي والصحفي وبناء كوادر وطنية اتسمت بأعلى درجات الإبداع والتميز.